يعني أبوك كان جزء كبير يعني داعم. ليش؟ لأنه كان فنان يعني سميع. أيوة. ولا يغني، سميع بس. لا سميع طبعا، وبيعزف بيانو. يعزف بيانو. أوقات كتير كده نعمل يعني جلسة طرب كده، نقعد نغني كلنا مع بعض في البيت وأصدقائهم كان بيجوا، بنعمل قعدة غنى كده يعني. الغريب هاني أنك أنت بديت مع الأطفال. ماما سميحة وأبلة فضيلة. وأبلة فضيلة انت سنة ما شاء الله مذاكر يا عادل. لا لا لا، أنا أقصد عادة اللي يبدأ مع الأطفال ويبدع وهو طفل يختفي. في حالات كثير اختفت. والله معك حق، يعني ما بسترجع كلامك ده بلاقي في ناس كتير قوي كانوا نجوم معانا في التوقيت ده في التلفزيون وفي الإذاعة وفي كورال الأطفال مع الأستاذ لطيف الحفني الله يرحمها، كورال محافظة القاهرة الأطفال. صح. وما بيكملوش، على رأيك ما بيكملش المشوار. بس لأنك أنت يمكن مصاب بالعدوى من كورونا من زمان، من الوالد. بالظبط كده. لا ومن جهة أمك. أمي طبعا طبعا، أمك يعني عيلتها بالظبط كده، فيها فنانين. بنت خالتها يعني الأستاذة معالي زايد. لا معالي زايد بنتهم، في جمالات زايد وحكمة زايد وبنتهم طبعا في معالي. منتج مطيع زايد ولا مين؟ ومطيع زايد من نفس العيلة، منتج طبعا. وممدوح زايد كان ممثل. العيلة كلها تحس انها فنية بالضبط. طيب الحين انت الان تغني مع الاطفال، بعد شوي دخلك كمان مهمة. يعني اتذكر ايه اللي دخلت في مع اسماعيل ياسين ده في الاول خالص. بحبوح افندي. بالضبط. كنت تغني معه؟ لا في الفيلم ده. لا انا قلت كلمة واحدة بس، ما بس بس كده بس ماما. ان كان المفروض ان انا ابنهم وكنت سخن وعيان وكده، ف صحت اقول ماما بالظبط كده. بس اللي غنيت فيه بقى سيد درويش بعد كده. أيوة. اما كبرت شويه بقى طبعا. سيد درويش ده كان دخله كمان قوي جدا جدا، بس هما كانوا قابلينك صوتا ما شكلا. بالظبط. يعني هو الاول كان الامتحان ان انا اروح اغني، اللي هم طلبوا صوته لانه صغير. صوت بالظبط كده. إيه؟ لان الاغاني اولا صعبه كمان جدا جدا. فكانوا عايزين حد يعرف يعمل ده، فهم طلبوا من الاذاعه ومن التلفزيون ومن كورال الاطفال كده كم طفل المرشحين انهم يعملوا ده. فطبعا الاستاذ احمد بدرخان المخرج جاء وانا بغني الاغاني الفيلم وشافني وقال لي انت تعرف تمثل؟ قلت له فقال لي طيب تعال اعمل لك تيست كاميرا. وفعلا رحت وعمل لي تيست الكاميرا ومثلت الفيلم وعملت سيد درويش وهو صغير غناء وتمثيل.